دشن وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي حسين إبراهيم طه الأربعاء الماضي بمدينة أبو ظبي معرض المنتجات التشادية، يأتي ذلك على هامش ملتقى الاستثمار التشادي الإماراتي الذي استضافته مدينة أبو ظبي. أحمد أدم ومزيد من التفاصيل. ملتقى الإمارات تشاد للاستثمار الذي استضافته العاصمة الإماراتية أبو ظبي الأربعاء الماضي كان فرصة ليتعرف من خلاله الشعب الإماراتي الشقيق ما تزخر به تشاد من مواد أولية قابلة للتحويل، وفرصة لرجل الأعمال الإماراتي للاستثمار فيها. ومن خلال المعرض الذي افتتحه وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي حسين إبراهيم طه، زار كبار المسؤولين الإماراتيين هذا المعرض ووقفوا على جميع الأجنحة المختلفة للمؤسسات التشادية الخاصة منها والعامة، حيث جذب الزوار وعبروا عن انطباعاتهم. لله يعني هنا ولا جينا هنا وإن شاء الله فكرة لقينا كثير، والناس ذاتها الحمد لله يعني زي ده أول ما نعرفه حس عشان فكرة هنا أنا ذا يجوا في تشاد هم ذاته يجوا يشوفوا يعني تشاد كيف ده عشان تشاد متقدمة دولة يعني عنده شغل كثير دولة لسا شيء يعني في شغل كثير في جوا لسه يعني أي شيء كان جو قدموه عشان يقدر يتفيتوا زيادة. أنا هنا ذاته يعني نقدر معهم هما نقدر بارتنر نوقو عشان نقدر إن شاء الله دول حقنا نقدمه قدام أي شيء عندنا عشان شلنا معهم كونتاك حقنا شغله عشان دايرين نقدمه إن شاء الله معهم. ما شاء الله يعني حضور أكثر من وزير شادي، وهذا ما يعبر عن أن في رغبة صادقة أنه يكون في تعاون سواء على المستوى الحكومي أو حتى المستوى الخاص. وعلى الجوانب المختلفة للأجنحة التقى رجال الأعمال التشاديين بالإماراتيين ليتبادلوا المعلومات وإبرام الاتفاقيات الثنائية لفتح فرص التبادل. معرض أبو ظبي لم يقتصر على ذلك، بل كان فرصة لتوديه بعض الأعمال المهمة في قطاع نقل البضائع. زي ما قلنا يجينا لاقينا مع الإماراتيين رجال الأعمال والحمد لله أكثر مننا استفادوا، لكن أنا بنفسي كشركتين أقول التجار إذا لاقوا بيناتهم عملوا سيئة أو اشتروا بيناتهم، إذا واحد زول ما تدخل فيه ما عنده اسم فيه الزول ده من التخليص الجبري. يوما كاملا استغرقه هذا المعرض ليخرج بنتائج أسهمت في زيادة فرص التبادل التجاري بين البلدين، وهي ما تبشر بمستقبل واعد للشعبين. قدم اليوم السفير الجديد لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى البلاد سعادة محمد الشامي، قدم أوراق اعتماده لأمينة الدولة بالخارجية الدكتورة حواء عثمان جامع، وذلك بحضور بعض من معاونيها. خليل حسن صالح ومزيد من التفاصيل. سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الجديد محمد الشامسي قدم أوراق اعتماده كسفير فوق العادة ومطلق الصلاحية للإمارات العربية المتحدة لدى البلاد إلى أمينة الدولة في وزارة الخارجية والتكامل الإفريقي والتعاون الدولي حواء عثمان جامع. وقد تبادل الطرفان أوجه التعاون المشترك وسبل تطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات والعمل على تعزيز وترقية الدبلوماسية لصالح البلدين والشعبين. وفور خروجه من اللقاء صرح السفير الإماراتي الجديد محمد الشامسي لصحافة الوطنية عن حيثيات اللقاء. احنا قدمنا اليوم نسخة من أوراق اعتمادنا كسفير لدولة الإمارات في جمهورية تشاد، وعبرنا في خلال هذا اللقاء عن اهتمام وتحيات سيدي سمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس الدولة. كان اللقاء حقيقة الأمر كثير أخوي، طلعنا من بروتوكول المراسم وتكلمنا عن علاقات دولة الإمارات بجمهورية تشاد، وهناك كانت إشادة كبيرة بالمؤتمر الاقتصادي اللي صار في أبو ظبي في دولة الإمارات في أبو ظبي. مؤتمر كان حقيقة الأمر أعطى انطباع كثير بأوجه الاستثمار في جمهورية تشاد. الحديث تكلمنا عن تطور العلاقات إن شاء الله وخططنا المستقبلية في تطوير العلاقات على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي، وكذلك هناك تواصل بين الثقافات على المستوى الثقافي وعلى المستوى التعليم إن شاء الله. وقد حضر هذا اللقاء الأمين العام النائب لوزارة الخارجية والتكامل الإفريقي داسيدي جيفين وبعض المسؤولين والمستشارين بالوزارة.